عاجل جدا، وزير الري المصري يدعو لرفع حالة الاستنفار. ننشر لحضراتكم التفاصيل وبيان عاجل من الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن ما حدث للداعية هاني الشحات وحادث السيارة، وخبر صادم تفاصيل قيام أب بالتخلص من بنته بوضع مبيد حشري في الحليب الرضاع. ننشر تفاصيل هذا الخبر الصادم. وعاجل رئيس وزراء مصري أسبق يعلق على قرار محكمة أمريكية رفض دعوى رفعها ناشط ضده. وأهم منذ قليل الفنان أحمد بدير يعلق على قرار الرئيس السيسي. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وخبر صار من السكة الحديد لكل المواطنين. ننشر ليكم أيضا كل التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر فعلا ووطني يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل من الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث الداعية هاني الشحات. كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل جديدة بخصوص حادث السير الذي أدى إلى وفاة إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر الشيخ هاني الشحات. وفي بيان لها علقت الوزارة على ما تم نشره في عدد من المواقع الإخبارية بشأن وقوع تصادم بين 3 سيارات في مدينة نصر، لافتة إلى أنه قد تبين قيام قائد سيارة ملاكي وهو الشيخ هاني الشحات بقطع الطريق بطريقة خاطئة، مما تسبب باصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى، ونتج عن ذلك وفاة وإصابة قائد السيارة الثالثة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة. بالإضافة إلى بيان الداخلية، استطاعت التحريات والتحقيقات من إظهار حقائق أخرى، حيث أشارت إلى أن هاني الشحات كان راكب سيارته بالقرب من كوبري المنهل بمدينة نصر بعدما أنهى عمله في المسجد الواقع في شارع أحمد الصاوي المتفرع من مكرم عبيد. صحيفة الوطن أوضحت بعد حصولها على مقطع فيديو للحادث الأليم أن هذا المقطع يظهر أنه أثناء وصول الشحات إلى الطريق بسيارته قاصدا المرور بها إلى شارع مقابل لمكان الالتفاف، جاءت سيارة نقل مسرعة واصطدمت بسيارته ودهستها، ونتيجة لقوة الاصطدام تحطمت سيارة الشيخ كما التحمت بسيارة النقل وتوقف سويا بعد قرابة 20 مترا من موقع التصادم، ما أدى إلى نقله إلى أحد المستشفيات وإعلان الأطباء وفاته. كان المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا صورا لهذا الحادث المؤلم. مصدر معانا كان من الوطن، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له بإذن الله، يعني بسبب هذا الحادث الأليم. راجل لسه خارج من المسجد و تعرض لحادث، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. تعالوا ننتقل مع بعض لخبر يعني صادم، تفاصيل قيام أب بالتخلص من بنته بوضع مبيد حشري في حليب الرضاع. نشر موقع صدى البلد تفاصيل هذا الحادث. قام خلالها أب بوضع سم البنت في حليب الرضاعة ليتخلص منها. وروت والدة الطفلة تفاصيل الواقعة قائلة: ربنا شاء ان اجيب طفل وما كنتش متأكدة اني حامل، واما اتأكدت قال لي زوجي نزليه مش عاوز عيال زيادة، قلت له حرام وربنا اراد. وتابعت وقالت: كشفت بعدها لقيت نفسي في اول الشهر الخامس وقلت له مش هعرف انزله، قال لي لو جبتيه هيحصل لك مشاكل كتير وهضرك بيه، وفضل ورايا لمدة شهر علشان انزله. وتابعت وقالت: قال لي لما تولدي انا هبيعه، قلت له احبسك لو عملت كده، وقال لي مش هصرف على العيل في اي حاجة. واكملت: كان مصمم انه يبيعها اما تتولد، راح معايا المستشفى في الولادة وقال لي انا مش معايا فلوس اطلع لها شهادة ميلاد، كان عايز يبيعها. واضافت: بعد 40 يوم من الولادة نزلت اشتغل وقلت له البنت امانة في رقبتك، قال لي حاضر، وكنت اطلع من البيت 5 الفجر ارجع الساعة 8 بالليل الاقيها نايمة زي ما هي،
كان بيديها الرضعة بس كان بيموتها بالبطيء وكان بيغطيها بالبطانية. وأضافت يوم الخميس كان محضر طبق فول وكان حاطط لي منوم وأصر إني أكل معاها علشان ملحقش بنتي، وحط لها دواء صراصير في لبن الرضاعة. ودي كانت أول مرة يقول لي قومي نامي. رحت في النوم، صحيت قبل الفجر بنص ساعة لقيته نايم جنبها وبيشرب سجاير جنبها، وهي صحيت وأنا نايمة وشربها لبن الرضاعة تاني. وتبعت نزلت لجارتي طلعت قالت لي البنت ماتت، والمعمل الجنائي قال إنها ماتت بسبب السمن. موضحة بعدها قلت له عايز أروح مستشفى حكومي، قال لي أنت عايزة تحبسيني، وبنتي دخلت مشرحة عشان واحد ما يسواش ضفر عيل. واختتمت مفيش حد من أهله كلمني، أنا عايزاه يتعدم لأن بنتي بتجيلي كل يوم في المنام تقول لي أنا عايزة حقي. مصدر معانا كان من صدى البلد طبعا، يعني أنا آسف إن أنا بنشر لحضراتكم خبر زي ده، ولكن هذه كانت تفاصيل واقعة قيام أب بالتخلص من بنته بوضع يعني مبيد حشري في اللبن، لبن الرضاع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتل مع بعض الخبر آخر وهام جدا. وزير الري المصري يدعو لرفع حالة الاستنفار، ننشر التفاصيل. وجه وزير الري المصري برفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة حتى نهاية شهر سبتمبر من خلال خطة شاملة لمتابعة حالة الأمطار مع ارتفاع معدلات سقوطها على منابع النيل. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل الذي عقد برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ومتابعة موقف الأمطار الغزيرة والسيول. واستعرض الوزير خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجها بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم. أشدد عبد العاطي على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالة عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية. كما استعرض الوزير المصري الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة احتياجات المنتفعين، حيث تم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية. أشار في الوقت ذاته إلى استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية، وقال عبد العاطي إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، حيث تبين ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتى نهاية شهر سبتمبر. ووجه عبد العاطي بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية. وطالب الوزير بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. انتل مع بعض الخبر آخر وعاجل. رئيس وزراء مصري أسبق يعلق على قرار محكمة أمريكية رفض دعوى رفعها ناشط ضده.
قال رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي إن الناشط محمد صلاح سلطان كان يريد تحريك الرأي العام الغربي ضد مصر، ولكن طلبه لم يكن مقنعا أمام القضاء الأمريكي. وأضاف خلال مداخلة على قناة صدى البلد إن محمد صلاح سلطان كان يريد تحقيق مكاسب شخصية. أشار إلى أن محمد سلطان كان يريد تحقيق مصالح لحزبه الإخواني، والحكومة المصرية اختارت محاميا للدفاع عني أمام القضاء الأمريكي، وحكم القضاء الأمريكي بالتأكيد أن الإخواني محمد صلاح سلطان كان يبحث عن مصالح شخصية. يذكر أن محكمة أمريكية أصدرت قرارا برفض دعوى رفعها الناشط المصري ضد الببلاوي، وقالت المحكمة أن قرارها برفض الدعوى جاء بناء على الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رئيس الوزراء الأسبق بموجب منصبه بالبنك الدولي. محمد سلطان إخواني مصري يحمل الجنسية الأمريكية، اعتقلته السلطات المصرية في عام 2013 وأطلقت سراح الإخواني عام 2015 بعدما تخلى عن جنسيته المصرية ورحلته لأمريكا. محمد سلطان هو نجل صلاح سلطان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات المصرية بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش في حينه بعزل الرئيس محمد مرسي بسبب احتجاجات شعبية ضد محمد مرسي. مصدر معنا كان من القاهرة 24 وبعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر الآخر. معنا وعاجل منذ قليل أحمد بديري يعلق على قرار الرئيس السيسي. وعلق الفنان المصري أحمد بديري على قرار رئيس مصر بشمول الفنانين ببرنامج الحماية التأمينية قائلا إن الرئيس أب يرعى جميع فئات الشعب. وصرح بديري خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد: الرئيس أب يرعى جميع فئات الشعب، النهاردة عيد لكل المبدعين مصر. وتابع الفنان المصري: رأينا الإنجازات على أرض الواقع في مختلف الملفات من بينها طرق وحياة كريمة. وأضاف بدير: البعض ينظر إلى الفنانين على أنهم بيلعبوا بالملايين، لكن هناك أسر من الفنانين تعيش بألف وألفين جنيه. ووجه بدير الشكر إلى الرئيس السيسي، قال: ربنا يخليك ويحميك لمصر ويقويك، الشعب وجد من يحنو عليه. وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشمول الفنانين في برامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز والتي قد تعيق الفنانين عن أداء عملهم. المصدر معنا كان من صدى البلد المصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. انتقل مع بعض الخبر الأخير معنا، وخبر صار من السكة الحديد لكل المواطنين. أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أن من المنتظر أن يستقبل ميناء الإسكندرية ثاني دفعة من العربات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها ضمن صفقة 1300 عربة التي تقوم بتصنيعها شركة ترانس ماش هولدينج الممثل للتحالف الروسي المجري خلال أيام. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.